كما أكد فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو في خطابه أمام رجال الدين الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك بأن تشاد قطعت علاقتها مع دولة قطر لأن قطر هي تدعم الجماعات الإرهابية بهدف زعزعة أمن واستقرار تشاد ومنطقة الساحل الإفريقي برمته. Comme vous avez entendu vous-même la semaine dernière, le gouvernement tchadien a rompu ses relations diplomatiques avec Qatar. كما علمتم أن الحكومة التشادية قد قطعت علاقاتها مع دولة قطر التي كانت دولة صديقة. قطر تريد أن تقودنا في أمر يضع بلدنا تشاد في ضرر خطورة للأمن والاستقرار والسلام. إنها تساعد وتدعم ليس فقط المرتزقة لكن أيضا الإرهابيون. نحن نعلم هذا تماما وكل القوى العظمى الدول العظمى تعلم تماما أن الأمر الذي يجري الآن في الساحل من وراءه قطر. ما فيش أي واحد يتحدث أن يقول قطر هي الأساس هي وراء كل هذه المخاطر. ونحن نعرف تماما هؤلاء الذين يقيمون في قطر باسم الإسلام. فيجب عليهم أن يفهموا تماما أن تشاد هي دولة واحدة وموحدة. وتشاد مستعدة ليلا ونهارا أن تواجه كل الذين يريدون زعزعة استقرار تشاد. ونحن مستعدون أن نقوم كرجل واحد لمواجهة كل من يعتدي لبلادنا. كل هؤلاء الإرهابيون سيفشلون فشلا كبيرا في تشاد. ليس لهم أي مكان في تشاد. Ils n'ont pas leur place au Tchad.